إلى انهيار كامل لجبهة النصرة في المدينة بعد مقتل عدد كبير. تمشيط هناك بعض العناصر أو بعض الخلايا التي لا تزال عسكري بكل مستمياته وبكل تصنيفاته جبهة النصرة. نتحدث عن يبروج، نتحدث عن منطقة منخفضة تحيط بها تلال من كل الجوانب من الجهات الأربع، وعلى هذه التلال دون استثناء كان يتوزع عناصر العصابات الإرهابية المسلحة وهم مزود، لا يستطيع أحد الإجابة عليه إلا القادة الميدانيون. فالجيش العربي السوري لا ينظر إلى الجسد الإرهابي وبالسيطرة على مدينة يبرود وهي القريبة جدا من الحدود اللبنانية. نستطيع القول بأنه تم فصل المسلحين أو المجموعات المسلحة عن قواعدهم الخلفية. والآن نعود إلى ديما نصيف وآخر التفاصيل والمعطيات لديها من